صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 44 لسنه 2024 بتسميه الوزير المعني بالاشراف والرقابه على مجلس تطوير اليات فض المنازعات التجاريه الدوليه في مملكه البحرين وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يكون وزير الشؤون القانونيه هو الوزير المعني بالاشراف والرقابه على مجلس تطوير اليات فض المنازعات التجاريه الدوليه في مملكه البحرين.